اهلا بحضراتكم مره تانية في المحترف. برحب بحضراتكم مره تانية وبرحب بضيفي النجم المتميز في النقد الرياضي والتحليل الفني الاستاذ ايهاب الجنيدي. ايهاب مساء الخير عليك. مساء الخير عليك يا كابتن هاني وعلى كل جماهير النادي الاهلي. منورنا في قناه النادي الاهلي اكيد طبعا ليك رؤيه ورؤيه مختلفه عن اليورو 2020 وخاصه دور الثمانيه. شفت ازاي مباراه دور الثمانيه ايهاب واشرح لنا المفاجآت اللي حصلت في دور الثمانية وتوقعاتك كمان لدور قبل النهائي. تمام. يمكن يا كابتن هاني نتائج دور الثمانية نتائج طبيعية منطقية في الفرق باستثناء مباراة إيطاليا وبلجيكا شوية اللي كانت خارج التوقعات. مباراة صعبة بين فرقتين كبار الاثنين كانوا مرشحين من ضمن المرشحين نظرا لكوكبه النجوم في الصفوف دي وصفوف ده، ولكن منتخب ايطاليا قدر يفوز وبرضه بصعوبه زي ما قلت لحضرتك. كل الماتشات بتاع الدور الثمانيه انتهت بالشكل ده باستثناء المفاجاه الكبيره كانت مباراه انجلترا مع اوكرانيا اللي انتهت باربع اهداف نظيفه. ويمكن الاربع اهداف منتخب انجلترا على مدار الدورين السابقين كلهم من بدايه البطوله لغايه قبل الماتش الاخير سجل اربع اهداف. يعني انت عارف كابتن هاني هو تاهل من الدور الاول بهدفين بس، هدفين مظبوط لرحيم ستيرلينج، وفي دور ال 16 جاب هدفين برضو في المباراه اللي لعبها ضد المانيا كانت مفاجاه كبيره طبعا وكسب 2-0 وقضى على لعنه تاريخيه مع الالمان. يعني منتخب انجلترا السنه دي الحقيقه بيقدم مستوى جديد ومستوى مختلف واداء راقي، فدي كان الماتش الوحيد اللي كان النتيجه حتى بتاعته مفاجاه بعد خاصه الماتش الكبير اللي عملته اوكرانيا زي ما حضرتك شفت قدام السويد والفوز 2-1 في الوقت القاتل الدقيقه 121. فكان هنستعرض معاك يا ايهاب طبعا النتائج يمكن دور الثمانيه كله هنمر على مباراه مباراه ونشرح جزء منها، لكن